اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده سمك فيليه بالبصل المكرمل والكريمه اللباني، وهعمل معاه مكرونه بالجمبري بس هتبقى سلطه. خليكم معايا بعد الفاصل نقول المكونات مع بعض. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل نقول على مكونات السمك الفيليه. قطعتين سمك فيليه، بصل مكرمل، بابريكا، ليمون، كريمه لباني، لبن. طبعا هستعمل زيت زيتون وملح وفلفل. هبتدي الاول بالطاسه. طبعا البصل المكرمل ده اللي هو بنجيب بصلتين كبار نقطعهم سلايسز او يعني شرايح، وبعدين نحطهم على النار لفتره طويله، نار هاديه، لحد لما يبقى مكرمل بالمنظر ده، اللي هو يبقى قبل البني بسنه، يعني يبقى يطلع كل الماده الحمضيه اللي جواه. هبتدي الاول اولع الفرن، وبعدين اتبل السمك بالليمون والبابريكا، يعني هديله لسعه كده على النار، وبعدين هندخله فرن. طبعا لازم يبقى الفرن والع علشان تدخل السمك فيه او يدخل اي حاجه، سواء كان سمك، فراخ، لحمه، تدخل على النار او تدخل الفرن تبتدي تستوي على طول. احط ملح خفيف علشان ما ينشفش السمك، واحط تقريبا على القطعتين دول معلقه كبيره بابريكا. بابريكا اللي هو الفلفل الرومي الحلو، بيبقى فيه منه مدخن ومش مدخن، ده مش مدخن كده. مش هحتاج احط زيت في الطاسه، بس هحتاج ان انا اتبل السمك. كمية الليمون اللي انا حطيتها على السمك دي لو سبته فيها فترة طويلة هيبتدي يستوي، يعني ايه بالكتير قوي، انا مش هقدر اسيبه دلوقتي 10 دقايق، بس هو يعني 10 دقايق كفاية جدا. ونحطه على النار، علشان الاكل اللي بنحطه في الطاسة ما يلزقش لازم الطاسة تبقى سخنة جدا، ويفضل تبقى طاسة ما بتلزقش، وما نحركوش خالص لحد لما يبتدي يعني يقرمش سنه من تحت فيبتدي يمسك نفسه. لو حركناه دلوقتي، يعني لو سبناه مثلا 30 ثانيه وابتدينا نحركه، هتلاقوه ان هو بدا يتقطع. احط شويه من الليمون والزيت دول والبابريكا كده. قطعتين السمك دول مش هياخدوا في الفرن اكتر من نقول مثلا 7-8 دقائق. هغسل بس ايديا ونجهز، ممكن نجهز طاجن، نجهز صينيه بايركس، اي يعني متاح عندنا. بتلزق او ما بتلزقش مشكله، لان البصل اللي هحطه ده والكريمه اللباني هتساعد ان مفيش حاجه تلزق في الطاسه. ناخد شوكه نحط شويه كده في الاول، الذ حاجه بقى في الاكله دي ان احنا ممكن لو في شويه رز ابيض بعد ما بتطلع الصوص اللي بيبقى من الكريمه اللباني واللبن بيبقى حاجه جميلة. هنشوف كده دي اخبارها ايه. واحدة لزقت، اللي اتحطت تاني واحدة عشان استعجلت عليها فكت من بعضها. ممكن نقلب كده، انا بس مش عايز اسويها دلوقتي، انا عايز بس تاخد لسعة وبعد كده التسوية هتبقى بقيتها في الفرن. تمام، وانا مخلي ده جنبي علشان طبعا الطاسه عشان على النار بتبتدي تسخن والسائل اللي فيها بيتبخر، فمخلي ده علشان ابقى مطمن ان دايما هتبقى فيه سائل فمش هتمسك نفسها. دي كمان على الناحيه دي، طبعا خلاص هي مش تلزق الا انها مسكت نفسها. ناخد شويه كده من اللبن مش من الكريمه اللباني، يعني هي كده تقريبا بقت نص سوا. لو سبناها كمان 4 دقايق هتبقى استوت خالص، فاحنا نخليها لحد لما بس ايه يتشرب كده شويه ونبتدي ندخلها. الطبخه دي مشكلتها الوحيده بس، او مش مشكلتها الوحيده، اللي بتاخد وقت هو البصل ده، بياخد 10 دقايق ربع ساعه على ميديوم لو، او يعني نار متوسطه او اقل متوسطه، عشان يبقى ايه مكرمل كده. كده انا خلاص ده تمام، نقدر نقرب بقى كده علشان تبقى الامور سهله. ممكن برضو كمان لو عايزين نزود او يعني عايزين نضيف، ممكن قبل ما يطلع السمك بدقيقه او بدقيقتين هزود بقى بقيه البصل ده. ولو عايزين قبل ما تطلع قبل ما الصينيه دي تطلع من الفرن، ممكن نحط عليها جبنه موتزاريلا لو حابين، ممكن نحط عليها اي نوع جبنه بنحبه، وتبقى يعني بس ايه، ونشغل الفرن من فوق علشان تاخد وش.
احط شويه اللبن دول. يعني هو لبن وكريمه لباني، عشان الكريمه اللباني بتديها بس غناوه في الطعم اكتر. كريمه اللباني كده من فوق، كل ده في الاخر هيطلع لونه بني تقريبا. واخر شويه بابريكا، اغسل ايدي مكان. وتدخل الفرن، بنتكلم في يعني بالمنظر ده كده 6 دقايق. ولو عايزين نحط عليها جبنه او نحط عليها اي حاجه، نحط عليها جبنه ونسيبها 2 دقيقة كمان لحد ما الجبنه تسيح وتطلع. هندخلها الفرن ونسيبها 6 دقايق. هطلع فاصل وارجع اعمل مع حضراتكم مكرونه بالجمبري بس سلطه. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل والسمك استوى وجهزته خلاص. نطلعها هنا كده. سمك فيليه بالبصل المكرمل والبابريكا والكريمه اللباني واللبن. دلوقتي هعمل سلطه مكرونه بالجمبري. نقول على المكونات: مكرونه مسلوقه، بصل وثوم، ليمون، جمبري، بسله بالجزر، مايونيز، خيار مخلل، حبهان ومستكه، كمون، بقدونس، بصل اخضر او اي حاجه، بصل اخضر، كرات اللي موجود، والجمبري. اول حاجه هسوي الجمبري بفص توم كده، احط دي على النار، وبعدين هبتدي اعمل الدريسنج. بس الدريسنج هيبقى بعصير ليمون، يعني هحتاج، انا عندي عصير ليمون هنا فعشان كده مش حاطه مع المكونات. والليمون اللي موجود ده هستعمله للتزويق، او يعني ما دام سلطه فممكن يبقى دايما عندنا حته ليمون زياده. على طول طول ما الطاسه سخنه الجمبري مش هياخد وقت. اول لما بتشم ريحه الثوم بنحط الجمبري على طول، او بنحط الحاجه اللي احنا عايزين نبتدي نعملها. يعني 5 ثواني قبل ما ياخد اي لون، وبعد كده نحط الجمبري. الصوت اللي بيطلع ده علشان الجمبري طبعا ده مجمد، فالصوت اللي بيطلع ده بيطلع من الميه اللي بتبقى فاضله فيه. نحط عليه شويه فلفل اسود ونسيبه ياخد وقته. هاخد نص البصله هقطعها حلقات. لو لقينا البصل الابيض الكبير ده بيبقى كويس قوي، علشان بيبقى مسكر شويه، اللي هو البصل بتاع المحشي او البصل بتاع السلطه كده. كفايه، خلي دايما ايه ودنا وحاسه الشم شغاله، علشان اي حاجه نبقى مركزين فيها عشان مش حاجه تتحرق كده. النار جامده قوي، اخف النار دي شويه. المهم ان انا ابتدي بنار جامده قوي علشان بالذات الجمبري او اللحمه، عشان نعمل لهم حاجه اسمها سيرنج. سيرنج يعني نقفلها، يعني نقفل المسام بتاعتها من بره. ونبتدي كده ايه نجهز الخيار المخلل. والدريسنج هيبقى مايونيز وزيت زيتون وملح وفلفل وزيت زيتون كده. الجمبري تمام. علشان بقى ناخد الحاجات الحلوه اللي في الطاسه دي اللي هي بتبقى لازقه، شويه ليمون كده في الطاسه. الليمون هيتبخر وهيفضل طعم المزازه، يعني السائل اللي فيه هيتبخر وهيفضل طعم المزازه، ويبقى احنا اخدنا كل اللي في الطاسه وكده الجمبري تمام. نكمل بقى بقيه تجهيز السلطه. شويه من البسله بالجزر، معلقه دي نضيفه، انا كنت بستعمل، كنت بطلع بيها شويه فلفل بس. خلي دول على جنب للدريسنج. هاخد نص الكميه لان انا هقدم طبق واحد بس. طبعا اي نوع مكرونه ينفع. وادي البصل والخيار المخلل. الخيار المخلل ده جاهز، ممكن لو عندنا خيار مخلل احنا عاملينه في البيت ينفع برضه. ناخد بوله كمان ونبتدي نعمل الدريسنج. مايونيز، زيت زيتون، ليمون. ناخد معلقه مايونيز برضه. لو عاملين نظام غذائي ممكن نبدل المايونيز بزبادي. كمون.
حبهان ومستكة. المستكة لازم عشان تشتغل لازم تتحط في حاجة سخنة، لو حطيناها في كده هيبقى فيه زي حتة لبان أو حاجة مش هيبقى ليها طعم. هنخليها في الطاسة السخنة دي كده، هتبتدي تمتزج مع بقية المكونات. وأدي الحبهان، نشيل دول، زيت زيتون، ليمون. طبعا الليمون على حسب، زي ما كل بيت بيبقى ليه، يعني في ناس في بيوت كتيره بتحب الليمون زي مثلا بيتي انا، في ناس تانية ما بتحبش الليمون خالص، بيقول لك ده بيبوظ طعم الاكل. على حسب احنا بنحب ايه. الاول بيفك من بعضه كده، وبعدين بيبتدي كل حاجه تمتزج تاني مع بعضها. حطيناش ملح خالص، بس مش عايز ازود ملح علشان الفلفل مملح، فلفل ايه اسف، عشان الخيار مخلل يعني حادق، فمش هزود ملح قوي. تقليبة سريعة كده، وبعدين هخلي الجمبري اخر حاجة على الوش علشان يبقى ايه واضح انها صارت الجمبري. ناخد بس كل الخيار، والجمبري بالليمون اللي فيه كده. المستكة المفروض تبقى خلاص ساحت، فهتدي الطعم الحبهان والمستكة. دريسنج مدام سلطة، يبقى نخلي كام ودج كده، او يعني كام حتة ليمون نقدر نستعملها، شوية من البقدونس. يبقى النهاردة عملنا سمك فيليه بالبصل المكرمل والكريمة اللباني واللبن، سلطة مكرونة بالجمبري والخضار. ألف أنا وشوفكم حلقة جديدة. باي باي.